السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الاستاذ علاء سعد نرحب بطلاب الصف الحادي عشر ادبي، ونقدم لهم نبذه مختصره عن الفصل الدراسي الاول، والدرس الاول هو الكوارث الطبيعيه. نتابع هذا المقطع الموجود امامكم ونستنتج منه عنوان هذا الدرس. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون وامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. احبائي الطلاب من خلال عرض هذه الايات القرانيه الكريمه نستنتج ان عنوان درسنا النهارده هو الكوارث الطبيعيه. الكوارث الطبيعيه اذا تاملنا بعض الصور نستنتج منها الاعصار الفيضانات الجفاف والتصحر والمجاعات البراكين هذه الكوارث الطبيعيه عرضنا لبعض الصور من خلال هذه الصور نستنتج مفهوم هذه الكوارث الكوارث الطبيعيه هي كل ما ينتج من اثار سلبيه على الانسان وغيره من مكونات البيئه ونقصد بمكونات البيئه كل الاغلفه او كل العناصر الحيه وغير الحيه فهذه الكوارث الطبيعيه عندما تؤثر على الانثاء تؤثر على الانسان تؤثر على غيره من العناصر غير الحيه كالجبال كالتربه وحتى مياه البحار والمحيطات وكذلك العناصر الحيه ونقصد بها النباتات والحيوانات صنفنا هذه الكوارث الطبيعيه الى اربع اقسام القسم الاول هي الكوارث الجيولوجيه. القسم الثاني هي الكوارث المناخيه والثالث هي الكوارث البيولوجيه والقسم الرابع الكوارث الكونيه. دعونا نلقي الضوء قليلا على القسم الاول وهي الكوارث الطبيعيه ذات المنشا الجيولوجي. سنصنف هذه الكوارث الى قسمين. كوارث طبيعيه بطيئه وكوارث طبيعيه سريعه. البطيء سينحصر في الالتواءات والصدوع وهو ما نطلق عليه دائما الانكسارات السريعه البراكين والزلازل ونظرا لخطوره وتاثير هذه الكوارث السريعه على حياه الانسان سنلقي الضوء فقط على القسم الثاني وهي البراكين و... هذا هو البركان وكم هي عنيفة ثورة البركان، وكم هو كبير حجم مقذوفاته، كم يقذف بثورته من الأحجار اللاهبة، والغازات المشتعلة، والصخور السائلة، اللافا، والفتات الصخري، الذي يبدو كشُهب نارية تنبثق نحو الأعلى، فتندفع بعيدًا في الجو قبل السقوط على الأرض، أو تبقى على شكل حمم تزين اطراف فوهه البركان ان البراكين عباره عن مواد صخريه متبرده انطلقت من جوف الارض المصهور عبر مناطق الضعف في القشره الارضيه تنبثق الى سطح الارض على هيئه صخور مصهوره لتتبرد عند ظهورها فوق السطح تبدأ ثورة البركان عادة بانطلاق الأبخرة والغازات الملتهبة، تصحبها أصوات شديدة جدا نتيجة للانفجارات. يلي ذلك اندفاع اللافا والمقذوفات الصخرية مع استمرار انبثاق نسب محددة من الغازات الملتهبة من باطن الأرض. ومع أن في العالم آلاف البراكين، الا ان البراكين النشطه التي لم تخمد بعد لا تتعدى ال500 بركان ويقع معظمها على المحيط الهادي احبائي الطلاب من خلال عرض هذا المقطع نلاحظ ان البراكين هي عباره عن شقوق وفتحات في القشره الارضيه تندفع منها المواد المنصهره ومن خلال عرض هذا المقطع ايضا اتضح لنا ان بدايه ظهور البراكين اندفاع بعض الغازات التي تؤثر على الإنسان واللافا أو المصورات البركانية التي سنتابع من خلال هذا الرسم عرض مبسط ولأجزاء البركان معنا هنا القصبة الرئيسية للبركان التي وهي عبارة عن شق كبير تندفع منه المجمع والمصورات البركانية ثم فوهة البركان واللافا التي تنتشر على جانبي البركان أما أسباب حدوث هذه البراكين فسنحصرها في نقطتين رئيسيتين، وجود ضعف في القشره الارضيه والتقاء الصفائح الارضيه التي تولد حراره شديده تندفع منها هذه المصهورات او المقذوفات البركانيه عبر فتحات او الشقوق في مناطق الضعف من القشره الارضيه. ومن اكبر المناطق التي تظهر فيها هذه الشقوق ومناطق الضعف هي منطقه المحيط الهادي المعروفه جغرافيا باسم حلقه النار. أحبائي الطلاب من خلال العرض السابق والذي ظهر من خلاله مفهوم وأنماط الكوارث الطبيعية نريد أن نلقي الضوء على مهارتين رئيسيتين من المهارات الرئيسية التي نهتم بها في مادة الجغرافيا وهي مهارة التصنيف ومهارة الرسم. المهارة الأولى وهي مهارة التصنيف. السؤال الأول صنف الكوارث الطبيعية التالية في مكانها المناسب بالجدول. أمامنا الآن في هذا الجدول ثلاث أقسام رئيسية كوارث جيولوجية مناخية بيولوجية فلنبدأ بالعنصر الأول وهو الزلازل هل يا ترى هي كوارث جيولوجية مناخية بيولوجية أحبائي الطلاب الزلازل بالتأكيد إنها من الكوارث الجيولوجية النوع الآخر وهي الأعاصير من الكوارث الطبيعية المناخية البراكين كوارث جيولوجية أما الفيضانات فهتصنف وفقاً للكوارث المناخية. الأوبئة كوارث بيولوجية. الانهيارات الصخرية هي من الكوارث من الجيولوجية وغاز غاز المناجم أو غاز المناجم من الكوارث البيولوجية. تعالوا نتأكد من هذه الإجابات بالتأكيد فعلاً الزلازل البراكين الانهيارات الصخرية اعتبرت من الكوارث الجيولوجية. أما الكوارث الكوارث المناخية الأعاصير والفيضانات البيولوجية تبقى لنا فقط الأوبئة وغاز المناجم المهارة الثانية وهي رسم أو المهارة الرسم السؤال الثاني يقول أرسم شكلا للبركان وضح وموضحا عليه القصبة الفوهة طبقة اللافا والرماد البركاني وهي من الأجزاء الرئيسية التي تشكل البركان الصورة الواضحة أمامنا الآن يظهر فيها أجزاء البركان لنبدأ من الغازات التي تنبعث من البراكين ثم المجمى التي تندفع عبر قصبة البركان وهو الجزء الذي نشير إليه الآن والشقوق التي تندفع منها البراكين أو اللافا أو المسورات البركانية التي تندفع منها إلى سطح الأرض عن طريق الفوه ثم طبقات من الرماد واللافا البركاني على جانبي البركان وفتحة جانبية تندفع منها بعض المصورات وتتدفق منها اللافا على جانبي شكل أو أجزاء البركان أعزائي الطلاب تعالوا نلقي الضوء فقط على مفاهيم أو تصنيف البراكين حسب الشكل إلى براكين الحطام الصخري وهي عبارة عن انبثاق الانفجارات البركانية مصحوبة بكتل صخرية ومواد ملتهبة تظهر هذه ال او هذا النوع من البراكين في منطقه المحيط الهادي واشهر الدول التي ينتشر فيها او الموجود بها هي جزر اندونيسيا. النوع الثاني من البراكين هي البراكين الطباقيه وهي عباره عن تراكم او, أو تتالي تراكم المقذوفات البركانيه حول منطقة البركان ومن أشهر الدول التي يوجد فيها هي الفلبين في بركان مايون في جزر الفلبين النوع الثالث من البراكين هي البراكين الهضبية وهذه وهذا النوع من البراكين يظهر في جزر هاواي في بركان مشهور يسمى بركان مونالو يتتكون هذه البراكين الهضبية عندما يتم تجمع المصهورات البركانية حول فوهة البركان فيظهر على شكل هضبي أعزائي الطلاب هل يمكن للإنسان أن يتنبأ بحدوث البراكين؟ هذا السؤال سنتابع الاجابه عليه من خلال هذا المقطع الذي سنعرضه امامكم بالكوارث قبل وقوعها كفيل بانقاذ ارواح الالاف من سكان المناطق المنكوبه والعلماء ها هنا يخاطرون بحياتهم لمعرفه ما تحويه هذه البراكين من اسرار لقد كانت الثورات البركانيه تثور امام اعينهم بفيضانات من الحمم البركانيه الملتهبه ثم تسير بانحدار الى اسفل الجبل جارفه معها الصخور العظيمه والحجاره والتراب اعزائي الطلاب ان قدره الله سبحانه وتعالى كبيره فلا يستطيع الانسان بكل عقله ومنجزاته والاجهزه التي يخترعها وكل التقدم الذي يوجد فيه الانسان في هذا العصر ان يتنبا بحدوث البراكين ولا يمتلك الاجهزه التي تنبئ بحدوث هذه البراكين تعالوا نلقي الضوء فقط على القسم الثاني من الكوارث المناخيه او الكوارث الطبيعيه ذات المنشا الجيولوجي وهي الزلازل الزلازل كوارث طبيعيه او تحدثها الطبيعه وتعبر عن قلق الطبيعه واضطرابها وعدم استقرارها هذا المقطع سنعرض لمفهوم الزلازل فعلينا ان نتابع ثم نستنتج الزلزال عباره عن اهتزاز عنيف في القشره الارضيه نتيجة لتحركات على طول خطوط الضعف التي تسمى تشققات وهذه الاهتزازات يمكن تسجيلها على جهاز دقيق يسمى المرجفة السيسموغراف ويستعمل مقياس ريختر للتعبير عن درجة شدة الزلزال وتزداد هذه الدرجة بازدياد قوة الزلزال أعزائي الطلاب كما تابعنا في هذا المقطع ان الزلازل هي احد الكوارث الجيولوجيه التي تحدث في الطبيعه ولكن يصعب علينا وجود مقياس للتنبؤ بحدوث الزلازل الزلازل كما كان سابقا عندما عرضنا للبراكين يصعب التنبؤ بحدوث البراكين والزلازل ولكن هناك مقياس وضعه العالم فرانسيس ريختر وهو عالم امريكي 1935 قام بصنع هذا المقياس ليعرفنا فقط شدة الزلازل هذا الزلزال أو هذا المقياس لوغاريتميا مقسم من إلى تسعة درجات من واحد إلى تسعة تصنف الزلازل من التصنيف أو من الدرجة رقم خمسة أنها زلازل قوية مدمرة مفهوم الزلازل هو عبارة عن اهتزاز أرضي سريع تابعنا من خلال هذا المقطع يعود الى تكسير الصخور وازاحتها بسبب تراكم اجهادات داخليه نتيجه لمؤثرات جيولوجيه ينجم عنها تحرك الصفائح الارضيه. هذه الهذه الارضيه السريعه سنتعرف على اسباب حدوثها من خلال رصد هذا المقطع. وصلت سرعه اهتزاز هذه الموجه الزلزاليه إلى 13 ألف ميل في الساعة الواحدة لذلك فإنك ترى أن تحرك موجات الزلزال هذه كأنها أمواج مائية متلاطمة أحباء الطلاب عندما يعني عرضنا لجزء بسيط من هذا المقطع لاحظنا أن الأرض عبارة عن موجات هذه الموجات كموجات المياه من شدة الزلزال نتابع أسباب حدوث الزلازل مربوطة بمجموعة من الأسباب السبب الأول هو حدوث انهيارات أرضية مفاجئة هذه الانهيارات الأرضية قد تحدث من تساقط الصخور من قمم الجبال أو من انهيار المناجم ونقصد بها مناجم المناجم التعدين عندما تنهار المناجم أو تسقط بعض الصخور من قمم الجبال تحدث هذا أرضية القسم الثاني أو السبب الثاني هي ثورات البراكين قد يحدث البركان هزه ارضيه نتيجه لشده اندفاع المقذوفات يسمى في هذا النوع زلازل بركانيه يعني نسبه لحدوث البركان اما القسم الثالث وهو الاكثر انتشارا على سطح الكره الارضيه ناتج عن حركات باطنيه تسمى بالحركات التكتونيه نتيجه للضغط الهائل في داخل الارض وهو الاكثر تدميرا اذن اسباب الزلازل سنجيسها في ثلاث نقاط انهيارات ارضيه براكين ثم حركات تكتونيه باطنيه في داخل الأرض أحباب الطلاب بعدما تعرفنا على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزلازل سنعرض في مقطع بسيط عن قيامة الزلزال آثاره ونربط قليلا بالإعجاز العلمي أو الإعجاز الإلهي في القرآن الكريم من خلال هذا المقطع قيامة الزلزال عندما تنفجر الارض بصوتها المخيف ودويها الرهيب وعندما تتساقط الجدران واسقف الابنيه المسلحه الفخمه وعندما يصبح اعلى الارض اسفلها واسفلها اعلاها وعندما يحل الخراب محل العمران وعندما تسير طوابير النعوش وتتراكم على ساحات المدن فتلك هي قيامه الزلزال في تلك اللحظة يشعر الإنسان بعجزه أمام هذه القوة الرهيبة، فالزلازل لا تقرع أبواب المدن إلا بغتة دون سابق إنذار، ولا يستطيع الإنسان التنبؤ بمكان حدوثها ولا بموعد وقوعها، وهي في نفسها تنبئ عن قيامة كبرى سوف تفجأنا غداة يوم على غرة منا. إن هذه الزلازل دليل ناطق بأن خالق الأرض قادر على تدميرها كما يشاء قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أحبائي الطلاب في مواضح كثيرة وفي صور كثيرة وردت آه الزلازل من ضمن هذه الكوارث الطبيعية التي وردت فيها نصوص وآيات قرآنية كثيرة آه الله سبحانه وتعالى عندما آه عرض لهذه الكوارث الطبيعيه سواء كانت البراكين والزلازل اذا كانت لها اثار مدمره كما عرضت في هذا المقطع من التدمير ومن الحرائق ولكن هناك جانب ايجابي سنلقي الضوء عليه في المقاطع او الحلقات القادمه باذن الله تعالى ولكن الان دعونا ننطلق الى اقسام الزلازل لن نبعد كثيرا عن الاسباب التي ادت الى حدوث الزلازل فسنصنف الزلازل او حسب منشاها الى ثلاثه اقسام. القسم الاول هو زلازل الانهيارات. ويتضح من خلال هذا الاسم او هذا النوع انه يحدث في مناطق الانهيارات الجبليه وفي المناجم. اي السبب الاول الذي عرضناه وهو ان الزلزال يحدث نتيجه للانهيارات الارضيه سواء كانت في المناطق الجبليه او في المناجم هذا هو القسم الاول. القسم الثاني يحدث بسبب البراكين ويطلق عليه الزلازل البركانيه. هذه الزلازل البركانيه نتيجه شده الانفجارات البركانيه التي تحدث من انبعاث المقذوفات البركانيه تؤدي الى حدوث خلل تؤدي الى حدوث هزه في سطح القشره الارضيه. النوع الاخير والقسم الثالث وهو القسم الاكثر خطوره والاكثر انتشارا هي الزلازل التكتونيه التي تحدث نتيجه تحرك طبقات القشر الأرضية أفقيا ورأسيا تابعنا في المقطع السابق عندما كانت سطح الأرض عبارة عن أمواج نتيجة لشدة هذه الحركة نتيجة شدة الحركة نتيجة الضغط الهائل الذي يحدث في سطح أو في باطن الكرة الأرضية يؤدي إلى ظهور هذا النوع إذا إذا أردنا أن نصنف الزلازل حسب منشأها فستكون زلازل انهيارات زلازل بركانية وزلازل تكتونية سنعرض في هذه الخريطة لجزء من تأثير هذه الزلازل في المناطق العربية. عرفنا أن الوطن العربي أخذنا إقليم واحد منه فقط وهو إقليم بلاد المغرب العربي كما ورد في نشاط الكتاب المدرسي. سنعرض بصورة مختصرة. تأمل خريطة دول المغرب العربي ثم حدد المدن التي تعرضت لحدوث الزلازل. واذكر أسباب حدوث الزلازل في بلاد المغرب العربي كما هو موضح في الخريطة. معروف أن المدن التي تعرضت لحدوث الزلازل هي المدن التي يمر بها حزام الزلازل والمعروف أو الموجود في منهجنا باسم حزام البحر المتوسط أو الحزام الألبي مرور خط الزلازل والذي يشار إليه باللون الأحمر أهم المدن التي تعرضت لحدوث هذه الزلازل هي مدينة الأصنام وهي من أكثر المدن الجزائرية التي تتعرض لحدوث هذه الهزات الأرضية بليدة الرباط وهران تبسة أما عن أسباب حدوث الزلازل في بلاد المغرب مرور خط الزلزال في هذه المناطق وجود المناطق الجبلية زي جبال أطلس اللي بتمتد من تونس إلى الجزائر إلى المغرب وجود الشقوق أو الضعف في القشرة الأرضية هو الذي يؤدي إلى حدوث مثل هذه الزلازل المتكررة بصورة كبيرة والتي أودت بحياة عدد كبير جدا من سكان بلاد المغرب خصوصا في مدينة وهران ومدينة الأصنام أعزائي الطلاب في نهاية هذه الحلقة نود أن نكون قد عرضنا بجزء مختصر بسيط عن مفهوم الكوارث الطبيعية أنماطها أو أنواعها ثم أخذنا القسم الأول فقط وهي الكوارث الجيولوجية بقسميها الزلازل والبراكين نشكر لكم حسن استماعكم ونود لكم التوفيق بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته